ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن السندات الحكومية المصرية من بين أقوى الخيارات الاستثمارية أداء لعام 2024. وقالت الصحيفة أن السندات الحكومية المصرية حققت مكاسب بنسبة 29% وسط توقعات بأن تحصل البلاد على 43 مليار دولار في شكل قروض واستثمارات أجنبية، وهو ما سيؤدي بدوره إلى دعم النمو الاقتصادي وتجنيب البلاد مخاطر تداعيات الحرب في غزة.